أنا سمر عادل، أخصائي علاج طبيعي، عضوة في النادي من وأنا صغيرة ساعة ما بابا الله يرحمه اشترك لنا. النادي بالنسبة لي هو البيت التاني اللي بقضي فيه معظم أوقاتي تقريبا. اتمرنت في النادي شوية باسكت، للأسف ما كملتش، بس كنت أتمنى طبعا أن أنا أدخل فريق من فرق النادي، ده شرف ليا يعني. نادي الأهلي هو الطفولة، هو المراهقة، هو كل أيامي. ليا ذكريات فيه من وأنا صغيرة، من أيام كنت عايشة بره وأنزل كان هو ده خروجتنا، أرجع أقول لأصحابي ومدرسيني أن أنا كنت بروح نادي الأهلي. باجي في الدراسة لما نزلت بقيت هو ده خروجتنا اللي بستناها كل يوم خميس من أسبوع لأسبوع، عايزة أروح النادي، ببقى مبسوطة جدا أيام التدريب بتاعي أن أنا رايحة هشوف أصحابي هشوف مدربيني، هقعد في النادي الأهلي اللي هو بيتي اللي هو قضيت فيه معظم أوقاتي ومعظم أيامي. نادي الأهلي هو حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا. ذكرياتي مع الماتشات، يمكن أكتر ماتش أنا فاكراه حضرته، يمكن هو ده اللي عمل لي مشكلة بعديه، إن بابا قال لي مش هتحضري ماتشات تاني بسبب اللي حصل في اليوم ده. إن إحنا كنا في ماتش نهائي الكاس 2007، كان الأهلي والزمالك اللي إحنا كسبنا فيه 4-3. الماتش ده احنا لما روحنا هو كان كل حاجة ماشية عادي، كان بابا معايا، كان معايا اخواتي، كان معايا بنت خالتي. فاللي حصل بس المشكلة ان كان حصل هجوم من الجمهور على دخول البوابة، فبعدها بابايا قال لي لا مفيش ماتشات تروح في الاستاد تاني. يمكن ده اكتر ماتش انا فاكراه. كان بداية التهديف طبعا كان عند الزمالك، فبعدها احنا كنا بنتعادل لحد ما جبنا الجول الرابع، والماتش بعدها بعد كده خلص، كان في الشوط الاضافي الثاني. طبعا فرحه ما فيش زيها، ان انت بيجي في جون بعدين تتعادل فتفتكر ان انت هتكسب بقى بالجون اللي بقى، لا يجي فيك الجون وبعدين انت ترجع تتعادل، لحد ما الحمد لله ربنا كرمنا يعني وكسبنا. ابو تريك يدور على متعب، يدور على اسامه، والهدف يا نهار ابيض. الله 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 الله، روعه يا ابني روعه. ابو تريكا بانطلاقه تنم عن لياقه، والرابع اهو، والرابع اهو، واللمة اهي، اوبا، والرابع، والرابع اسامه حسني، والرابع اسامه حسني، والرابع اسامه حسني. افتح الرابع يا ابني، افتح الرابع يا سمسم، افتح يا سمسم. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش معقول يا اهلاوي، مش معقول يا أهلاوية. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، مليون مبروك للنادي الأهلي الفوز بهذه الكأس. ذكريات تانية وماتشات تانية طبعا، يعني ماتشات دوري أبطال أفريقيا، وماتش الصفاقسي اللي أبو تريكة جاب الجول فيه في البلاس 90، ماتش أورلاندو، طبعا اهداف ابو تريكه القاتله في الاوقات اللي احنا بنبقى محتاجينها فيها. بتبقى قاعد تتفرج على الماتش سواء في الاستاد او في البيت، انت عارف ان الجول هيجي، عارف ان الاهلي هيكسب، مستني مكسب الاهلي. يمكن برضو بان حب وانتماء الناس في الموسم اللي فات في دوري ابطال افريقيا، لما تبقى خسران من سان داونز ومحتاج عدد أهداف مش طبيعي علشان ترجع للماتش وترجع للدوري أبطال أفريقيا، وتلاقي جمهور بيتهافت كله علشان يشتري التيكت اللي مش لاقيينها، اللي هي بتتباع كأنها مخدرات تقريبا، مش موجودة ومش لاقيينها وعمالين ندور عليها كلنا، وكله بيسأل التاني، محدش معاه تيكت، علشان كلنا نفسنا نحضر الماتش ونقف جنب لعبتنا مع أننا خسرانين برقم عمره ما حصل يعني. طبعا كانت حاجة لقطة جميلة جدا من الجمهور، حب النادي والانتماء لي، لما وقف بعد خروجنا من دوري أبطال أفريقيا ووقف يشجع الفريق ويقف جنبه، وما عندوش مشكلة ان احنا خرجنا، بس احنا عندنا هدف ان احنا ان شاء الله هنرجع وهناخد الدوري السنة الجاية وهناخد دوري أبطال أفريقيا، وان شاء الله هنوصل لحلمنا للنجمة التاسعة ان شاء الله. طبعا كان احساس جميل قوي، انت شايف كابتن حسام عاشور وهو لامم اللعيبه كلهم حواليه وبيطلب منهم ان هم يشكروا الجمهور اللي جه علشان خاطرهم لحد برج العرب وسافر وتعب علشان يجيب التيكت، وفي الاخر احنا برضو هنخرج من الدوري. فكانت لقطه جميله جدا من اللعيبه ولقطه جميله من الجمهور، كان احساس
جميل قوي مع انك خسران، مش خسران، انت كسبت الماتش ده بس طلعت من دوري ابطال افريقيا، بس كان احساس جميل ان انت شايف فعلا هو الاهلي في حته تانية. لو هنتكلم بقى عن الاساطير الاهلي، يعني احنا هنتكلم مثلا عن كابتن الخطيب، يمكن انا ما حضرتوش لاعب، بس انا اتربيت من وانا صغيره على حب كابتن الخطيب، اللي هو انا ما شفتوش بيلعب بس شفت اهلي وهما بيتكلموا عنه، شفت مصر كلها سواء اهلاوي او مش اهلاوي هو بيحب ايقونه اسمها كابتن الخطيب اللي كان بينزل بيفرح مصر كلها وتافر بقى في ماتشات منتخب او ماتشات اهلي. فاحنا ان شاء الله يعني هيفضل هو اسطورتنا، هنفضل بنتكلم عنه لاولادنا، هيفضل متخلد في حياتنا. مصطفى يونس، مصطفى زرع للخطيب وهيشوط يا برايد محمود الخطيب، زي كابتن صالح سليم، ابو تريكه اللي احنا ان شاء الله هنفضل برضو نحكي عنه لاولادنا اللي هم مش هيكونوا شافوه برضو بيلعب بس هيحبوه من حبنا ليه. عندك كابتن صالح طبعا اللي مقولة الاهلي فوق الجميع، هو حد برضو انا ما شفتوش بيلعب بس تربيت ان كابتن صالح ده حاجة كبيرة قوي في النادي الاهلي، تربيت ان هو ايقونة، هو اسطورة زي كابتن الخطيب وكباتن كتير طبعا عندنا. حبنا ليهم عمره ما هيقل وعمرنا ما هننساهم. عائلة الأهلي ولما كابتن الخطيب قالها هو فعلا قدر ان هو يحققها. احنا فعلا رجعنا نيجي النادي، احنا زمان كان النادي بالنسبة لنا هو الخروجة قبل ما الكافيهات تنتشر بالشكل الرهيب ده، بس بعدها بدأنا نبعد شوية. يمكن لما الكابتن الخطيب عمل برنامج عائلة الأهلي احنا رجعنا فعلا نيجي النادي، عارف ازاي يرجع الشباب ان هم يجوا النادي ويرجع الانتماء تاني، يرجع احلى لحظاتنا تبقى في النادي في لمتنا. يمكن ده بان قوي في فطار رمضان اللي بنعمله، ان احنا كل سنه العدد بيزيد عن السنه اللي قبلها، كل ما نيجي نعمل فطار رمضان بنلاقي ناس كتير بتتهافت انها تبقى موجوده معانا. كابتن الخطيب نفسه بيحب يبقى موجود معانا في الفطار ده. احنا كنا بادئينه الاول ان احنا بنعمله شباب، بدا ان هو لا بقى في اسر بقت عايزه تشارك معانا، حسوا فعلا بحاجه اسمها عائله الاهلي. احنا بنتمنى طبعا ان احنا في يوم نعمل اكبر مائده افطار يعني في النادي اللي هي تبقى تضم كله، بس اكيد هو مش هينفع، بس يعني نتمنى انها تقضينا كلنا ان شاء الله. بقينا حاسين ان النادي ده ليه حق علينا، بقينا اي ايفنت النادي بيطلبه مننا احنا بنبقى موجودين، شاركنا في ايفنت كتيره منهم مثلا احتفاليه النجمه الرابعه، منهم اللائحه اللي احنا كنا موجودين من قبلها قعدنا مثلا شهر او اكتر بنوزع في اللائحه، سواء اللي نزلت للتعديل والمناقشه سواء اللي هي نزلت بعد التعديل، قعدنا كتير قوي نوزع فيها على الاعضاء ونتكلم معاهم عن ضروره ان هم يشاركوا برايهم. وقفنا يوم اللائحه من الساعه 8 الصبح تقريبا او 7 الصبح كلنا موجودين في النادي علشان نساعد الاعضاء، عشان ما يبقاش في تكدس، ما يبقاش في زحمه، عشان نساعدهم كل واحد نعرفه لجنته فين وازاي هينتخب ويروح ازاي ويمشي ازاي. كنا سعداء جدا طبعا بمشاركتنا في كل الايفنتس اللي بتتعمل، شاركنا في الدوره الرمضانيه، شاركنا في عمل خيري زي ساتوك تبع مؤسسه ساتوك اللي هو كاس العالم للايتام الاطفال المحرومين اللي كان الاهلي بيستضيفه،
شاركنا في حاجات كتير في النادي. النادي بس كمان ما بقاش دوره جوه النادي بس، لا هو بقى حابب ان هو يعمل حاجات بره، يعني بقى في رحلات النادي بيطلعها كمان. رحنا مدرسة الصاعقة ومدرسة المظلات، ان هو كان بيحاول ينمي فينا الروح برضو الوطنية، ان احنا حابين نشوف جيشنا اخباره ايه. الناس كانوا بيرحبوا بينا جدا، طبعا منتهى السعادة لما تسمع قادة جيش بيتكلموا عن النادي الاهلي كأسطورة وكأيقونة في مصر. هو طبعا اكبر مؤسسة رياضية، فكان بالنسبة لنا فخر، يعني قاعدين بيحتفلوا بينا ان احنا اعضاء النادي الاهلي. احساس فوق الرائع. في ناس كتير هنا طبعا، يعني نحب نذكرهم، منهم كابتن وليد مبروك اللي عرف ازاي يجمع الشباب، عرف ازاي خلينا نرجع نيجي النادي، عرف ازاي يستغل طاقة الشباب اللي جوانا في ان احنا نخدم النادي ونقدم. احنا طبعا بنحب النادي بس مكناش عارفين نخدمه ازاي، مكناش عارفين ازاي ممكن نشارك في حاجة تفيد النادي. لا بقى يخلي الشباب هم اللي ينظموا البطولات الأفريقية اللي اتعملت هنا في النادي، هو اللي بقى يخلينا نشتغل مع اللجان، نعمل نشاطات كتيرة، الإيفنتس كتيرة، ما بقيناش محتاجين شركات تنظيم، لا بقينا إحنا أعضاء النادي وشبابه إحنا اللي بنقوم بتنظيم الإيفنتس دي. يعني هو حب للنادي وحابين نقدم له أي حاجة، زي ما هو على طول بيفرحنا إحنا دايما في ظهره، سواء على الحلوة على المرة دايما معاه إن شاء الله، ودايما نادينا في أحسن مكان.